مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ردود فعل سياسية تركيا إثر أزمة أتاتورك في السعودية أثار إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية بين فريقي غلطة سراي وفينير بخشا بسبب خلاف تنظيمي مع السعوديين حول ارتداء اللاعبين قمصانا تحمل رسما لأتاتورك ردود أفعال الساسة الأتراك وفي هذا الصدد قالت رئيسة الحزب الجيد إنه لا يمكن للقيم التركية أن تكون محل نقاش مع السعوديين أو مع أي بلد آخر مطالبة بإعلان فريقي غلطة سراي بخش بطلي للسوبر التركي بعد الغاء المباراه وكانت محطه اي تي في التركيه افادت امس الجمعه بان نهائي كاس السوبر المحليه الذي كان من المقرر ان يقام في العاصمه السعوديه الرياض بين غلطة ساراي وفنر بخش يوم الجمعه الغيت بعد خلاف بين الناديين والسلطات السعوديه وذكرت تقارير اخباريه ان الخلاف بدا في ظل مزاعم بان النشيد الوطني التركي لن يعزف و وتقارير تفيد بأن المسؤولين السعوديين لن يسمحوا للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديث قبل انطلاق المباراة، في حين أظهرت فيديوهات محتجين أمام القنصلية والسفارة السعودية بتركيا حاملين معهم صورا لاتاتورك.